السلام عليكم، حياكم الله في مزاج بودكاست. هذه الحلقة السادسة وهي بعنوان شكرا يا الله. الواجب على كل مؤمن ومؤمنة عند المصيبة الصبر وعدم الجزع. وباء كورونا من الأمور اللي كتبها الله علينا وقدرها، ما لنا حيلة فيها. الواجب عند المصيبة الصبر والاحتساب، وعند النعمة الحمد والشكر، وهذه دار الابتلاء والامتحان. عنوان اليوم شكرا يا الله، لأن هذا الابتلاء وباء كورونا خلانا اليوم أكثر إيمان من قبل في وقفتنا مع أنفسنا، ونعيد شريط حياتنا ونتفقد كل خطأ طحنا فيه. الحمد لله إن الله سبحانه وتعالى مد لنا بالعمر للاستغفار وإصلاح القلب والنية والذات. شكرا يا الله عشان إحنا ككويتيين ننعم بقيادة قوية وحكيمة تدير الأزمة أفضل من أي دولة عظمى، وعندنا من الموارد المالية والبشرية وطاقات جبارة في إدارة هذه الأزمة. شكرا يا الله لإظهار أهل الكويت بصورتهم الصحيحة للعالم، الصورة الحقيقية للكبار والشباب والإصغار، وقفتنا كلنا كسد منيع للتصدي لهذا العدو الخفي، كل في موقعه، من رب الأسرة في بيته وحرص على تنفيذ أوامر الحكومة إلى أكبر مسؤول في الحكومة. نرفع لكم القبعات، فخر وفرح فيكم ولكم، جزاكم الله خير الجزاء. شكرا يا الله على وعينا وتفهمنا وثقافتنا كشعب كويتي للتعامل مع كورونا الوحش الكاسر. بإذن الله رح ينكسره ونهزمه ونفتته بعزيمتنا وقوتنا ووعينا بعون من رب العالمين ومن الخير اللي الله رزقنا إياه وأهديناه للقاصي والداري، هو طوق نجاتنا بإذن الله. شكرا يا الله على قعدتنا ببيوتنا في هالأزمة، اجمعت شملنا مرة ثانية ولمتنا لمة حلوة مع بعض طول اليوم، أبونا وأمنا وأخواننا مع بعض. هذه نعمة كبيرة كنا راح نفقدها مع الأيام، لكن لطف الله ورحمته هو المدبر، هو يعلم سبحانه، رزقنا البصيرة ولله الحمد والمنة عشان نشوف الأمور من زوايا إيجابية أخرى، غير الهلع والخوف والوسوسة اللي نشوفها عند الآخرين. شكرا يا الله، كورونا فرصة عرفتنا منو عدونا ومنو صديقنا ومنو معانا ومنو ضدنا، بينت لنا بوضوح جلي القلوب المريضة المتروسة حقد وحسد وسواد علينا ككويتيين. الله كشفهم لنا في هالأزمة، وهذه نعمة، نعمة كبيرة تستاهل الحمد. شكرا يا الله على وفرة الخير من رعاية صحية وأكل وشراب اللي وفرتها لنا حكومتنا الموقرة، ووقفة تجار الكويت مع أهل الكويت، وهذا مو جديد عليهم، من عمر ديرتنا هذا نهج ما تغير، ربي لك الحمد والشكر. شكرا يا الله على دعاء أهل الأرض جميعا لنا في الكويت، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. أسأل الله القبول الحسن لكل إنسان على أرض الكويت تصدق لوجه الله تعالى، لخلق الله في كل العالم، هي صدقة منجية لنا جميعا من الأمراض والأسقام والأوبئة، الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه. شكرا يا الله من قبل ومن بعد على جميع نعمائه اللي نعلمها والكثير اللي لا نعلمه، ونسأل الله أن يجلي هذه الغمة على خير
وأن يشفي ويعافي جميع المصابين ويعظم الأجر للجميع. شكرا يا الله